طيب، اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ نحكي بالتفصيل. يعني المحاضرة الماضية زي ما ذكرنا إنه كانت تقريباً أخذنا فيها كل حاجة، الآن بدنا نبدأ نحكي بالتفصيل أكثر. كيف؟ صحيح، حنحكي عليها بالتفصيل، يعني إنه بس الفكرة الأساسية إنه أنا كنت بدي أحكي على النيورال ماشين ترانسليتور، انكودر، ديكودر، انه هيك بشكل مبسط. الاتنشن لا، محتاجه يعني شرح اكثر، يعني حناخذها لما نوصل للنيورال ماشين ترانسليشن. طيب، زي ما حكينا انه هذه المحاضرات تبعت المؤلف تبع الكتابين هذول، الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن والنيورال ماشين ترانسليشن. طيب، نبدا نفهم القصة من الأول. طبعا فكرة الماشين ترانسليشن بدأت 1947، لما هذا الشخص يعني حكى إنه أنا لما بطلع على مقال مكتوب باللغة الروسية فبقول إنه هذا المقال مكتوب أصلا بالإنجليزي ولكن تم تشفيره، تمام؟ فإنه باستخدام رموز غريبة، تمام. So يعني I will now proceed to decode. يعني مفهوم التشفير كان في الرسائل في الحرب العالمية أو بعد الحرب العالمية كان شائع بشكل كتير كبير، استخدام الشفرة في تبادل الرسائل. فبالتالي إنه هو نظر للموضوع إنه أنا عندي نص مكتوب بلغة تانية فهو عبارة عن نص بالإنجليزي ولكن مشفر، فبدي أفك الشفرة. طيب، كانت الجهود، أول جهود يعني في الماشين ترانسليشن، كانت محبطة على الآخر. يعني كان إنه الريسيرش بدأت من يعني كانت إنه الأبحاث في الخمسينات والستينات يعني كانت محبطة على الآخر، حنشوف كيف. يعني أول ماشين ترانسليشن سيستم كان في 1954، كان بيترجم 250 كلمة فقط، وفي 6 جرامر رول. الجرامر رولز يعني ممكن نشوف زي هيك. يعني على سبيل المثال لما تصادف الكلمة have، تمام، بيكون في عندي if statement، هذه قاعدة. إذا كان subject animate، فاهمين علي إيش أنا مقصود بالsubject؟ إيش subject والobject والverb؟ الفاعل، subject هو الفاعل والobject المفعول به. تمام، فاذا كان السبجكت انيميت والاوبجكت اون يعني اوند باي ذا سبجكت، فبالتالي الترانسليشن حتكون بالروسيه كذا وكذا وكذا. اذا كان السبجكت انيميت والاوبجكت شكله زي هيك، فبالتالي الترجمه حتكون زي هيك. تمام، هي المقصود بال يعني الرولز، هي كيف بيكون شكلها. يعني بيكون بستخدم انا قاموس، تمام، والقاموس هذا بحط له جرامر لانه كل كلمه في لها عده ترجمات، فكيف بدي احدد شو الترجمه الصحيحه بناء على مجموعه من القواعد. طبعا خلال فتره الستينات، في تحديدا في 66، سنويا بيتم انفاق 20 مليون دولار على 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 الترجمه في الولايات المتحده، تمام، وما كان فيش أمل في الماشين ترانسليشن. وبالتالي المبلغ هذا أو الميزانية هذه إنه يعني بشكل كتير كبير، تمام. فهنا تفاصيل الرول بيست سيستم، إنه أنا بيكون في عندي مجموعة من القواميس، تمام، ببنيها وبكتب مجموعة من الترانسفورميشن رولز وبعملها ريفاين وريفاين وريفاين مع الوقت، بحيث إنه يتم تحسين السيستم. طبعا ظهرت بعض الشركات في هذا الإطار، يعني هذه الشركة ظهرت في 76 وهذه الشركة
في الثمانين. هذه الشركة بالمناسبة يعني حاولوا أنه تتذكروها كويس، لأنه الشركة هذه قائمة لغاية الآن، اسمها سيس تران، تشتغل في مجال الماشين ترانسليشن. طيب خلصنا فترة الستينات والسبعينات، بدينا في حقبة الستاتستيكال ماشين ترانسليشن. تمام. طبعا يعني المبادرة كانت من شركة اي بي ام. اقترحت موديل اسمه الاي بي ام موديل، مشهور معروف في الستاتستيكال ماشين ترانسليشن. وهذا الموديل انه لقى نجاح بشكل كثير كبير، وازدادت الابحاث في التسعينات تمام لغايه منتصف ال2000. ظهر عندي الستيت اوف ذا ارت للستاتستيكال ماشين ترانسليشن، اللي هو فريز بيست ماشين ترانسليشن. فكره الفريز بيست ماشين ترانسليشن انه هو عباره عن ترجمه اليه بتعتمد على العبارات. بتم تقسيم الجملة لمجموعة من العبارات، وبتم ترجمة كل عبارة على حدة، وبروح بنقلها في التارجت لانجويج. تمام. طبعا الأدوات اللي موجودة في الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن يعني أداة اسمها موزز. في عدة يعني أدوات أنا ممكن أستخدمها في الترجمة الآلية، زي يعني لانه انا ببني اجزاء مختلفه وبركبها على بعض، فانا عندي الموزز، وفي عندي الفورا، وفي عندي الجيزا بلس بلس. ملاحظين انه البيئه هذه كلها انه يعني موزز موسى وفيرا فرعون وجيزا بلس بلس، كلها من البيئه اللي موجوده يعني في مصر. تمام. يعني حوالي 2010 بدأ استخدام الماشين ترانسليشن في المجال التجاري. تمام. ظهر في يعني عندي مجموعة من البرمجيات بتم شرائها، يعني انه بتعمل لي ترجمة آلية مش قواميس مترجمة، انه انا بدخل ترجمة، بدخل جملة بطلع جملة ثانية. تمام. في التارجت لانجويج. ولما بدأت جوجل انه هي توفر خدمات الترجمة اونلاين، كان في حوالي 2007 2008 حوالين يعني هذه السنة، يعني انه بدأ استخدامها يعني اتاحتها بشكل تجاري. طبعا هي متاحة بشكل مجاني، لانه البزنس موديل تبع الشركة هذه ايش الفكرة تبعته، على ايش بيعتمد؟ على تقديم خدمات مجانية والاعتماد على بيانات المستخدم، او المستخدم هو نفسه هو السلعة، إنه البيانات تبعته بيعتمد عليها بشكل أساسي عشان يستهدفوا بإعلانات. فبالتالي بوفر له بريد إلكتروني مجاني، ودرايف مجاني، وورد إيديتور مجاني، ومترجم مجاني. تمام. لكن إنه فيها ليميت، الترجمة الآلية اللي تبعت جوجل ترانسليت وتبعت مايكروسوفت فيها ليميت، يعني انه بعد حد معين من عدد الكاركترز خلص انه بيعمل لي بلوك، ببطل اقدر انه انا استخدمها. المستخدم العادي اللي استخدامه بسيط يعني انه ما بيصل لهذه المرحله، لكن اذا انا على سبيل المثال بدي استخدمها في استخدام تجاري، بدي استخدمه باستخدام مكثف، بعمل لي بلوك. بعدين اجينا لمرحله النيورال ماشين ترانسليشن. طبعا في اواخر سنه ال 2000، يعني 2008 2009 2010 تمام، النيورال موديلز حققت لاول مره قفزه في النتائج في الكمبيوتر فيجن تحديدا. يعني اول مره ظهرت انه النيورال او الديب نيورال نتوركس انه ممكن يكون ادائها احسن بكتير من الستيت اوف ذا ارت كان في الكمبيوتر فيجن. وكان السبب في ذلك هو توفر الجي بي يو، زي ما حكينا ما كانتش انه يعني متاح انه احنا، لانه الديب ليرنينج كعلم كان موجود يعني في التسعينات،
لكن ما قدرنا انه احنا نستغله ونحقق نتائج بسبب الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي الموجوده، لكن بفضل توفر الجي بي يو في تلك الفتره فصار متاح انه نحقق نتائج. يعني بعد منتصف فترة ال 2010، يعني 2015 2016، صار النيورال ماشين ترانسليشن هو الستيت اوف ذا ارت. تحديدا في ال 2016 صار هو الستيت اوف ذا ارت، هو احدث ما توصل اليه العلم في مجال الترجمة الآلية. حكينا انه يعني جوجل بدأت انه هي يعني بدأت يعني 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 بدأت خدمات الترجمة في ال 2014 2007 تمام، وكانت بتعتمد على statistical machine translation واستمرت عليه لغاية 2016 تمام، انه لما حولت على الـ neural machine translation انه استخدمت هذا الانجن. طيب بنلخص هذا الكلام كله في هذه الرسمة. هذه الرسمة ايش بتقول؟ طبعا هذه الرسمة انه يعني بتعكس الهايب مدى الزخم في الـ في موضوع الماشين ترانسليشن. طبعا الزخم بدا انه زي ما حكينا انه اول مره انذكر في ال 47 اول ماشين ترانسليتور كان في فتره ال 54، فبالتالي انه كان في زخم بشكل كثير كبير وكان في انفاق على الابحاث بشكل كثير كبير. بعدين صار في احباط شديد بسبب النتائج السيئه اللي موجوده تمام. بعدين في فترة الثمانين ايش اللي جاب؟ الاستاتيستيكال من مين تحديدا؟ الاي بي ام تمام؟ الاي بي ام وضعت الاي بي ام موديل للاستاتيستيكال ماشين ترانسليتور، وازدادت يعني الاهتمام في الماشين ترانسليشن في فترة التسعينات تمام؟ بعدين صار في فترة ركود شوية، بعدين رجع طلع مرة ثانية لما صار في استخدام تجاري للماشين ترانسليشنز، ولغاية 2010 يعني وصلت ل يعني الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن وصلت للذروة انه هو صار الستيت اوف ذا ارت. بعدين من 2010 لغاية الآن يعني اصبح النيورال ماشين ترانسليشن هو الستيت اوف ذا ارت تمام. طبعا هذا الكلام انه صعود وهبوط، يعني انه تم تمثيله انه بشكل واقعي، انه يعني خلال هذه الفتره كلها ما كانش في استخدام يعني تجاري وعلى نطاق واسع للترجمه الاليه، الا بعد سنه 2000 تحديدا صار في استخدام تجاري بشكل كتير كبير. فعشان هيك انه يعني هاي الرياليتي بيعكس هذا يعني شكل المنحنى في الرياليتي شكله بهذا الشكل. طيب نسأل سؤال مهم جدا، احنا شفنا المحاضرة الماضية انه افضل ماشين ترانسليتور كان الاداة تبعه قديش بتراوح من 0.3 0.4، والبرفكت ماشين ترانسليشن 1 تمام. البرفكت واحد يعني قديش احنا بعاد عن البرفكت ماشين ترانسليتور؟ بعاد كتير تمام. معنى ذلك انه هل الترجمه الاليه مش مجديه؟ ومعنى ذلك انه ولا 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 ممكن انه تكون الترجمه مجديه ولكن محتاجه تطوير؟ اكيد محتاجه تطوير، ولكن انه هل انا ممكن اعتبرها انه يعني نستخدم المصطلح هذا good enough؟ ايش معنى good enough؟ انه تغني، بتأدي الغرض اللي انا بدي اياه منها. يعني ايش هو هذا الغرض؟ يعني انه how good is machine translation؟ يعني الماشين ترانسليشن بتكون يعني قيمة للغاية في حال انه انا كان امامي نص باللغة الصينية بهذا الشكل، مش عارف ولا تكلمه، عن ايش بحكي هذا النص؟ باستخدام الترجمة الآلية أنا عرفت أنه هذا النص بيحكي عن وزارة البيئة أو يعني بالضبط، وبيحكي عن المية وبيحكي على نسب تمام معينة
في هذا فأنا فهمت هذا النص. فبالتالي الماشين ترانسليشن بيكون إنه القيمة تبعته يعني عالية جدا، في حال إنه أنا على سبيل المثال إنه أنا كنت مسافر وكنت في مطعم وأنا بدي أعرف إيش المنيو، يعني أنا إجتني المنيو وأنا مش فاهم فيها ولا تكة، باستخدام الترجمة الآلية عرفت هذا البند هو عبارة عن سلطات، هذا البند عبارة عن المين انتري، هذا البند هو عبارة عن مقبلات، فبالتالي بقدر إنه أنا أختار منها. لو أنا كنت مثلا في سفر وأنا كنت ماشي وأنا مش عارف إنه مفترض إنه أروح على هذا الطريق ولا هذا الطريق، فلو ترجمت اللافتة بعرف إنه يعني هذا بتكون إنه الماشين ترانسليشن is good enough، يعني more than good enough يعني بتكون. هذا مثال ثاني إنه عبارة عن نص باللغة الفرنسية، تمام؟ فبالتالي أنا ما أكون مش عارف ولا تك من النص هذا، فبالتالي أنا بعرف النص هذا عن إيش بيحكي بالضبط. عندنا حنحكي بعدين على إيش المستويات تبعت إنه يعني الاستخدام تبعت الترجمة الآلية الاعتماد عليها. بس هنا ممكن إنه أنتم تلاحظوا يعني إحنا حناخد يعني بعض الدروس عن بعض اللغات، يعني حناخد على اللغة العربية، حناخد على اللغة الفرنسية، وحناخد على اللغة الأسبانية، إنه أنتم تتعرفوا عليها إيش هي خصائص اللغة، فيها مذكر فيها مؤنث، إيش أزمنة التصريف اللي موجودة في اللغة هذه. من الخصائص تبعت اللغة الفرنسية اللي هو الأبوستروف، هذه الأبوستروف هي عبارة عن جزء من اللغة، معنى ذلك انه في التكست كليننج مش ممكن انه انا اطيرها زي ما احنا بنعمل بالانجليزي، لا ما بينفع هذا الكلام. الشغله الثانيه انه لاحظوا انه الكوتيشن هذه كيف انه هي شكلها باللغه الفرنسيه، فيش عندهم كوتيشن بهذا الشكل، الكوتيشن تبعتهم باستخدام هذه الرموز زي ما انتم شايفين، تمام؟ فهذه خصائص في اللغه يفترض انه انا اخذ بالي منها لما اعمل تحويل أو ترجمة من السورس لانجويج للتارجت لانجويج. طيب كيف بدنا نعمل ترجمة؟ طبعا أنا عندي هنا السورس وهنا عندي التارجت، فينا عندي عدة مستويات للترجمة لغاية لما نصل لهذا المستوى اللي هو مثلث الترجمة الانتر لينجوا أو اللغة الوسيطة، تمام؟ أول مستوى اللي هو الليكسيكال ترانسفير. ايش يعني لكسيكال او ايش يعني لكسيكون؟ قاموس، قاموس مفردات. لكسيكال ترانسفير انا بعمل نقل على مستوى المفردات من السورس للتارجت، هذا اول مستوى. المستوى الثاني بعمل نقل على مستوى السنتاكس، السنتاكتيك ترانسفير. على اي مستوى؟ على المستوى النحوي. ايش مفهوم النحو في اللغة؟ الإعراب. وإيش معنات الإعراب؟ الإعراب يعني موقع الجملة في الكلمة، موقع الكلمة في الجملة. هذا مش موقع، يعني إعراب اللي هو إنه الجملة يعني هذه فعل ولا فاعل ولا مفعول به، تمام؟ ولا حرف جر، جار ومجرور، مبتدأ وخبر. محلها من الإعراب، تمام؟ طبعا النقل النحوي معنى ذلك أنه أنا بدي أتأكد أنه أنا عندي في السورس فعل وفاعل ومفعول به، بدي أتأكد أنه في التارجت في فعل وفاعل ومفعول به، ما في شيء مفقود، لازم كله أعمل له ترانسفير. وهذا بتطلب من السورس انه انا اعمل اناليسيس، وفي التارجت اعمل جنريشن، تمام؟ يبقى هنا في السورس بتطلب مني انه انا اعمل اناليسيس، وفي التارجت بتطلب مني اعمل جنريشن. المستوى اللي بعد هيك اللي هو السيمانتيك ترانسفير، النقل على مستوى المعنى، تمام؟ وهذا بتطلب مني تحليل أكثر، وفي التارجت بتطلب مني
generation. تمام؟ بدي أتأكد إنه المعنى تم نقله بشكل صحيح. بدي أتأكد إنه المعنى تم نقله بشكل صحيح، مش ترجمة حرفية. تمام؟ طبعا لما أصل للمستوى هذا بيكون في عندي هنا الانتر لينجوا، زي كأنه بيكون عبارة عن لغة وسيطة من خلالها ممكن إنه من السورس لانجويج بيصير في عندي تمثيل هنا للانتر لينجوا، ومن الانتر لينجوا بيصير في عندي جنريشن للتارجت لانجويج. تمام؟ صحيح. كيف؟ مش كمبيوتر وسيط، هو عبارة عن تمثيل للغة وسيطة، يعني تمثيل إنه يعني للغة وسيطة، فبالتالي إنه بدل ما أحول من 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 عربي لإنجليزي مباشرة، لا بحول لتمثيل لريبريزنتيشن وسيط، ومن التمثيل هذا بحول للتارجت لانجويج اللي هو الانجليزي. لا لا، هذه مش الاين. تمام؟ هذه يعني مستويات في الترجمة، هذه عدة مستويات في الترجمة، عشان هيك احنا ناخذ الاستاتستيكال هناخد سينتاكتيك أو syntax based machine translation، هناخد phrase based machine translation، فبالتالي هو عبارة عن عدة يعني توجه معين في الترجمة. تمام؟ طيب طبعا يعني الأسلوب اللي احنا ممكن نتبعه إنه as a good plan عشان نتعلم هذا الكلام، إنه يكون في عندي إنه أنا أتعلم من خلال البيانات، إنه learn from data، فبالتالي إنه في عندي مرحلة التريننج، بيكون في عندي تريننج داتا، بيكون في عندي بارالل كوربورا، كوربورا جمع كوربوس. تمام؟ كوربوس مفرد، كوربورا جمع بارالل، وعرفنا شو معنى بارالل، وفيه بيكون عندي مونولينجوال كوربورا وقواميس. تمام؟ بالاضافه لبعض الادوات ببني statistical machine translation على سبيل المثال، بعد ما اخلص تدريب بصير بستخدم استخدام، بعمل ديكود، بدخل له source text وبروح بيطلع لي الترجمه. حاجات التعلم من البيانات، حنشوف هل هذا الاسلوب يعني ليش هو انه it's a good plan. تمام؟ خلينا نشوف ليش. Why that is that a good plan؟ قبل ما نشوف ليش وكيف ممكن نحن نحل المشاكل هذه من البيانات، بدنا نشوف المشاكل. إيش أول مشكلة أنا عندي؟ المشاكل في ترجمة الكلمات. أول مشكلة اللي هو الكلمات ambiguous، فيها غموض. إيش الغموض؟ إيش فينا عندي هنا جملتين؟ هنا انه في عندي انه هي deposited money in the bank account with the high interest rate sitting on the bank of Mississippi, a passing ship picked his interest. هنا في عندي bank وهنا في عندي bank، لكن ما يعني نفس المفردة ولكن المعنى مختلف. ايش المعنى هنا؟ مصرف، وهنا ضفة النقد. تمام؟ وهنا الانترست هاي انترست ريت، فائدة. تمام؟ الفائدة في البنك بيسموها انترست. تمام؟ وهنا انتباه او اهتمام. فبالتالي احنا عادة ايش بنسوي؟ نستخدم الكونتكست عشان نعرف ايش هو المعنى المقصود في هذه الكلمه، او فبستخدم الكونتكست، وهذا الكلام انا ممكن انه انا اتعلمه من البيانات. طيب السينتاكتيك ترانسليشن بروبلم،
ممكن إنه الجمل تكون في عندها يعني تراكيب لغوية مختلفة، different sentence structure. في أنا عندي جملة بالألمانية وجملة بما يقابلها بالإنجليزي، أنا في عندي عدة ترجمات محتملة بناء على السينتاكس، بناء على النحو تبع الجملة. تمام؟ فبالتالي أنا إيش بدي أحول الجملة اللي بالألماني object verb subject لإيش؟ ل subject verb object ترتيب، اللي هو هنا مفعول فعل فاعل، وهنا فعل فاعل فعل مفعول. تمام؟ طبعا بناء على الإعراب ايش بحكي لي هنا؟ انه معنى انه الداس انه يكون ترجمتها ذا مش ممكن، لانه هذه عبارة عن ناو، والستركشر الموجود انا عندي subject verb object. تمام؟ فبالتالي المعنى الصح هو this. وشي أو عفوا هذه الكلمة بالألمانية، تمام؟ المعنى تبعها مستحيل إنه يكون شي، لأنه لازم يكون في عندي subject verb agreement. إيش subject verb agreement؟ بحكي إنه مثلا أحمد قال ولا أحمد قالت، لازم يكون في عندي subject، يعني توافق بين الفعل والفاعل، هاي الأجريمنت المقصود فيه يعني بهذا الشكل. تمام. طيب في عندي مشكلة من نوع مختلف، يبقى شفنا يعني المشكلة تبعت السنتاكس، يعني انه في النحو بناء على التركيب اللغويه انه انا في عندي مشاكل ممكن اواجهها، شفنا مثال عليها هنا السيمانتيك المعنى. يعني على سبيل المثال انه I saw the movie and it's good. الات هذه على من تعود؟ على الموفي. واحنا عندنا في الانجليزي ما فيش جندر، ما فيش ماسكلين وفيمينين، فيش مذكر ومؤنث. التيتشر معلم ومعلم، تنفع للمعلم وبتنفع للمعلم. لكن في الأسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية وكثير من لغات العالم لا، فيها مذكر ومؤنث. الإنجليز بس هم اللي ما عندهمش مذكر ومؤنث. تمام؟ لو بدنا نترجم للألماني أو حتى الفرنسي it بتشير لموفي، وموفي بتم ترجمتها لفيلم. تمام؟ ففيلم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. تمام؟ فبالتالي ترجمة الـ it في التارجت لانجويج لازم تكون بالصيغة المؤنثة. تمام؟ هاي المقصود بالسيمانتيك ترانسليشن، انه بناء على انه انه عنه انه على على الريفرنس تبع الجمله. في عندي مشكله ثانيه، يعني هذه جمله متعلقه او هذه يعني اشكاليه متعلقه بالريفرنس. في انا عندي شغله اسمها الكو ريفرنس. ايش الكو ريفرنس؟ whenever I visit my uncle and his daughters, I can't decide who is my favorite cousin. طبعا الكازن بالانجليزي بتنفع على اولاد عمي وبنات عمي. تمام؟ واولاد خالي. لكل حال، كيف ممكن انه احنا نترجم الكازن؟ ما دام الكازن هذه الكو ريفرنس تبعها ايش هو؟ الدوتر، لازم تكون بصيغه المؤنث. فصعب جدا انه انا اقول انه هذه الكو ريفرنس تبعها وين في الجمله الدوتر، صعب، في تحدي.
عشان اقدر انه انا احدد انه هي لازم تكون بصيغه المذكر ولا صيغه المؤنث. طبعا عشان استنتج ايش هو الكو ريفرنس، ايش بلزمني؟ انفرنس، استنتج مين هو الكو ريفرنس، وهذا بيحتاج استنتاج معقد يعني مش بسيط. طيب برضه في السيمانتيك، ولكن ديسكورس. طبعا موضوع الديسكورس موضوع الديسكورس هو عبارة عن فرع من اللينغويستكس، من اللغويات، من اللغويات. تمام، على ايش بركز؟ بركز على تحليل النصوص. طبعا تحليل النصوص بيشمل عدة مستويات، يعني على سبيل المثال انا في عندي يعني خبر صحفي او خطاب للرئيس، بدي اركز على التعابير اللي استخدمها في الرئيس، يعني استخدمها الرئيس في الخطاب، انه شو طبيعة هذه التعابير، هل هو بيستخدم يعني مفردات معقدة ولا بسيطة، هل بيستخدم مفردات متنوعة ولا دائما بيستخدم نفس الصيغة دائما. تمام، فبالتالي انا في عندي هنا عدة مستويات. على مستوى الفوكابلري، قديش مقدار إلمامه بالجرامر أو التزامه بالجرامر، قواعد النحوية، الاستراكشر، التركيب اللغوية، والجنر اللي هو التنوع في النص، نون فيربال كوميونيكيشن. طبعا هذا كلام انه يعني هو بيستخدم في تحليل الصوت، يعني الخطابات وتحليل النصوص المكتوبه. النون فيربال كوميونيكيشن انه شو نغمه الصوت اللي بيستخدمها، هل هي نغمه فيها حماسه ولا نغمه فيها ضعف وانكسار ولا نغمه فيها ركاكه في اللغه. تمام، ففي انا عندي عده مستويات انا ممكن استخدمها. خلينا نرجع للمثال تبعنا هذا. اوكي طيب، since you brought it up I don't agree with you. شو معنى هذا الجمله؟ من لما جبت السيره وانا مش موافق. والجملة الثانية، since you brought it up, we have been working on it. من لما جبتها، عندما، يعني منذ، وإحنا شغالين عليها. يبقى الجملة الأولى إحنا إيش ترجمناها؟ temporal ولا conditional sense؟ temporal يعني منذ، زمنية، conditional يعني بما أن، بما أنك إنه كذا، إيش ترجمناها إحنا الأولى؟ conditional. قبل شوية ترجمتوها temporal، مش إحنا حكينا إنه من لما جبت السيرة وأنا مش موافق؟ ولا انه بما انه جبت السيره يبقى انا مش موافق؟ تظبط التنت. هذا ديسكورس اناليسيس، هذا ديسكورس اناليسيس، يعني ايش المعنى المقصود في هذه الجمله؟ انه تظبط المعنيين، ماذا قصد القائل في هذه الجمله، يحتاج الى ديسكورس اناليسيس. والجمله الثانيه، تيمبورال ولا كونديشنال؟ تيمبورال. ايش يعني؟ كيف بدها تظبط كونديشنال؟ ايش الترجمه؟ طيب
لو أنا الجملة هذه حطيتها في سياق إن أنا بلقي اللوم، ما هو يعني ما هو حسب بقية الجملة، الجملة تحتمل عدة معاني. يعني أنا بدي أقول يعني زي كأنه أنا بدي ألقي اللوم إنه إحنا لسه ضايلين شغالين لهالجيت، يعني بسبب أنت نكشت الموضوع. بما إنه أنت نكشت الموضوع لسه إحنا لغاية الآن إحنا هنا قاعدين شغالين. كيف؟ يعني أنت السبب. تمام؟ It's a hard problem. تمام؟ هذا الكلام discourse analysis مش بسيط. طبعا هذا الكلام يستخدم في تاف يعني في الصحافة بشكل كتير كبير في تحليل الأخبار. يعني أنا بدي أتناول موضوع معين. الموضوع هذا كيف بتم تناوله في أسبانيا؟ كيف بتم تناوله في اليونان؟ الطريقة اللي بتم تناوله فيها مختلف. على سبيل المثال الأزمة الاقتصادية على النقيض تماما في ألمانيا. ألمانيا هي اللي بتعطي مساعدات، تمام؟ فبالتالي تناول موضوع الأزمة الاقتصادية بيكون مختلف تماما عن أسبانيا أو اليونان. واضح؟ نفس الموضوع ولكن إنه يعني أسلوب تناوله بيكون بشكل مختلف. برجع بذكر هنا إنه يعني شو طبيعة المفردات المستخدمة، شو طبيعة يعني ممكن تكون إنه في مفردات مستخدمة في نفس الخبر بيستخدموها في دولة لكن مش مستخدمة في دولة تانية أو في بلد تاني. تمام؟ بس عشان يوصلوا يعني وصلوا الأخبار يعني باتجاه معين. طيب نشوف الآن يعني بعد ما شفنا المشاكل كلها نشوف كيف إنه البيانات ممكن تحلل المشكلة. تمام؟ ناخذ هذه الكلمة بالألمانية في إلها ثلاث ترجمات محتملة اللي هي security والsafety والcertainty، ونشوف كيف البيانات ممكن تحلني في الموضوع. طبعا حسب الكاونت اللي في الكوربوس في اليوروبيان بارلمنت كوربوس اللي هو الكوربوس تبعت البرلمان الأوروبي زي ما حكينا عنه، بتكون انه بارلل كوربوس بعدة يعني لغات. تمام؟ هذه الكلمة ترجمتها بتكون security وردت 14,000 مرة، safety 10,000، certainty 300، حوالي 300. نادر جدا استخدام هذه الترجمة. تمام؟ والأكثر شيوعا هو السكيورتي والسيفتي. طيب نفس الفريكوانسي لنفس الكلمة ولكن أنا بدي أركبها في عبارة. إيش هي العبارة؟ العبارة الأولى بدي أحط هذه المفردة بوليسي بوليسي بوليسي. المفردة الثانية فود فود فود، بدي أشوف كيف تختلف الترجمات. والعبارة الثالثة بدي أستخدم legal legal legal. نيجي للبوليسي security policy 1500، safety policy موجودة ولكن نادرة الاستخدام، certainty policy زيرو. هذه الترجمة أو هذا استخدام يعني هذا الاستخدام في العبارات يعني هذه التركيب، فبالتالي خلاص أنا بستبعدها في الترجمة. أنا يعني في عندي ثلاث ترجمات محتملة لهذه العبارة، خلاص بصير بعرف مين إنه الموست بروبابل، فبالتالي البيانات ساعدتني في إنه أنا أتخلص من المشاكل اللي إحنا ذكرناها سابقة، وأحدها إحداها ممكن يكون الأمبيجيوتي. بس مجرد مثال. احنا جبناها انه هذه كمثال. تمام؟ وعملنا كاونت لهذه العبارة.
كمثال. فبالتالي جبنا ثلاث أمثلة، هنا بوليسي، هنا فود، هنا ليجل. نشوف المثال الثاني، انه مش دائما تيجي انه السكيورتي هي الموست بروبابل ترانسليشن. هنا ايش اجت؟ سيفتي مع ايش؟ مع الفود، الامن الغذائي. الامن الغذائي هذا موضوع واسع، ايش بيشمل؟ اسعار الغذاء، تاريخ الصلاحية، والمكونات. تمام؟ انتوا بتعرفوا انه الشركات المصنعة تعرفوش صنع على الأغذية، انه بتستخدم في بعض الأحيان مواد سامة عشان تعطي لون للغذاء. تمام، فهذا بيدخل ضمن الأمن الغذائي أو يعني سلامة الغذاء. المصطلح الثالث legal security، نعم 156، legal safety 5، legal certainty. تمام، legal certainty إنه هي بتزبط، لأنه أنا بدي يعني إنه يعني قديش إنه القانون هذا إنه certain أو بيديني شغلات إنه فيها يعني certainty، إنه يعني مستخدم هذا المصطلح بشكل أو هذا most probable translation أكثر من التانيات. فبالتالي مش دائما معنى الكلام إنه أنا بطلعش على الفريكوانسي هذول لوحدهم، بروح بركبها في جمل possible translation، وبناء على 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 العبارة المطلوبة بقدر أعرف إيش هي best translation، وهو المطلوب إنه أحدد البيست ترانسليشن. طيب نيجي لمثال تاني، برضو بدنا نتعلم من البيانات. شفنا المثال إنه بدي أجيب البيست ترانسليشن، لكن هنا إيش بدي أحدد؟ الموست فلوينت. هذا من أي جزء أنا بحدده؟ كيف؟ فصاحة اللغة. كيف؟ إيش السؤال؟ صحيح، يعني إنه ماذا طلاقة اللغة، يعني فصاحة اللغة، فصاحة اللغة إنه خلوها من الأخطاء. من خلال إيش؟ حاجة حكينا عنها المحاضرة الماضية، اللانجويج موديل. يبقى من خلال اللانجويج موديل أنا بقدر أحدد إنه هذه الجملة يعني مألوفة ولا نادرة. طيب نيجي نشوف هدول الثلاث جمل: a problem for translation، a problem of translation، a problem in translation. أيهما أفصح بالإنجليزية؟ آخر واحد. بناء على إيش؟ بناء على هدلاك موجودات بس يعني أقل فريكوانسي. تمام؟ واللي أحسن منهم كلهم translation problem، مشكلة الترجمة. هذه مشكلة الترجمة، مشكلة في، احنا بنقول بالعربي انه مشكلة في الترجمة او مشكلة الترجمة. تمام؟ A translation problem هو الموست فلوينت يعني English expression لهذه العبارة. طيب نشوف هنا مين الأكثر فصاحة. ايش بتسمعوا انتم في الأخبار؟ ايش اللي بمر عليكم اكثر تكرارا في الاخبار، فبالتالي انه يعتبر انه اكثر يعني مألوف اكثر بالنسبه لكم؟ هذه الجمله انه معناها انه بوليس ديسربتد ادمنستريشن. ديسربشن يعني ديسربشن اوف سيرفيس، انقطاع في الخدمه. ديسربشن اوف ديمونستريشن يعني انقطاع في المظاهره. ديمونستريشن يعني مظاهره. فبالتالي البوليس وقف او الشرطه وقفت او يعني عملت قطع
هل هذا يعني هذه مألوفة؟ إنه مش مألوفة كثير في الأخبار. طيب، بوليس بروك اب ذا ديمونستريشن، مألوفة هذه العبارة؟ مش مألوفة. Police this this burst this breast the demonstration. سبون كده الله استرى شوية هيك عشان عتمت الدنيا. لا 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 مش تذكر. Police ended demonstration. انهت. Police dissolved demonstration. حللت. تحليل. Dissolve عادة تستخدم لل ان هنا بدوب مادة في محلول. وزي كأنه يعني شتتت المظاهرين. هل المصطلح هذا مألوف؟ كلهم في لهم فريكوانسي، هاي اللي بدنا، بس مين الاكثر فريكوانسي؟ مين الاكثر يعني، مين اكثر يعني، يعني انه مألوف اكثر ومين اقل يعني ألفة؟ بوليس ستوبت ديمونستريشن، اوقفت. سبريست، قمعت. شت داون، اخمدت. ايش رايكم؟ قمعت؟ قمعت انت بتقري صحف المعارضة. هدول التراكيب اللغوية كلها موجودة. تمام؟ بس يعني شو طبيعة الوسائل الإعلام اللي احنا بنتفرج عليها؟ هل هي تبعت المعارضة ولا تبعت الحكومة؟ تبعت الحكومة ممكن تستخدم لفظ لطيف شوية هيك، يعني انه ممكن انهت احتجاجات، أوقفت احتجاجات أو مظاهرات. تمام؟ لكن المعارضة إيش بتستخدم؟ قمعت. تمام؟ أو أخمدت. فبالتالي إنه كله موجود، بس إيش الموست فريكوينت؟ ستوبت. هذا كله جاي من الحكومة، من وسائل الإعلام تبعت الحكومة إنه هي المور فريكوينت. ولكن لو طلعنا على مثلا انه اخبار من جهه ثانيه، ممكن تكون انه وارد جدا انه تكون هذه انه اكثر فريكوانسي. تمام؟ طيب، مفهوم الورد الاينمنت. مفهوم الورد الاينمنت زي ما حكينا عنه، انه انا بدي اعمل محاذاه هذه، انه كل كلمه في السورس لانجويج بدي احدد ما يقابلها في التارجت لانجويج. تمام؟ ميشيل هي يقابلها ميشيل، هنا assumes هذه كلمة تقابلها ثلاث كلمات في التارجت لانجويج، فبالتالي انه بتكون انا عندي في الماتريكس انه بتكون مضللة بهذا الشكل وهكذا. تمام؟ وحكينا المحاضرة الماضية انه ممكن يكون عندي 1 to many، many to 1، وممكن يكون many to many. طيب، the phrase based machine translation هو النموذج اللي بيستند على العبارات، ترجمة العبارات. إيش الفكرة الأساسية؟ يبقى الفورين إنبوت بعمله سيجمنتيشن، بقطعه على شكل فريزز، على شكل عبارات. تمام؟ وبتم ترجمة كل عبارة للتارجت لانجويج، وممكن يصير في عندي إعادة ترتيب للعبارات. تمام؟ طبعا هو الـ state of the art للـ statistical machine translation. السينتاكس، ايش الفكرة الأساسية تبعته؟ يعني أنا هنا بدي أنا بحكي على نماذج في الترجمة الآلية. النموذج الـ يعني هذه منهجية في الترجمة. المنهجية اللي بتركز على العبارات، بعمل segmentation للجملة لعدة عبارات، والعبارات هذه بترجمها كل واحدة على حدة. هذا أسلوب. تمام؟ في أسلوب تاني بيركز على إيش؟ على السينتاكس. إيش السينتاكس؟ النحو، تركيب اللغوية، فعل وفاعل ومفعول به.
ايش معنى هذا الكلام؟ بروح بقسم الجملة، انا عندي هاي الاس هي السنتنس، تمام؟ من ايش مكونة؟ pronoun وverb phrase، جملة فعلية، ضمير وجملة فعلية. ايش هو الضمير؟ she. ايش هي الجملة؟ she wants، عشان هيك احنا سميناها verb phrase، جملة فعلية. هي تريد، ايش تريد؟ to drink a cup of coffee، تمام؟ فبالتالي انا هاي شايفين ترتيب انه انا عندي هاي انا عندي الجملة في السورس، هاي رقم واحد، خلاص بتأكد انه البروناون هذا هي ترجم تم ترجمته في التارجت لانج، خلصت الجزئية هذه، خلصناها، تمام؟ ايش باقي انا عندي في الجملة؟ جزئية الفيرب فريز، هاي وببدأ فيهم من تحت، تمام؟ هاي اثنين ثلاثة، تمام؟ لأنه تركيب هذه الجملة إنه الفيرب فريز هذا من إيش مكونة؟ من الفيرب نفسه والفعل، إنه الفيرب to be، تمام؟ الفيرب نفسه اللي هو drink، اللي هذه جملة فعلية، هذه verb phrase، وهذا ال V، هذه V verb phrase، وهذه ال verb نفسه اللي هو drink، و noun phrase اللي هو noun هذا عبارة عن إيش؟ هيو عملت له decompose، أكب فوت. يبقى هي بدها تشرب أكب فوت، هذول كلهم مع بعض noun phrase، تمام؟ اوكي لا مصحصحين ان شاء الله. طيب النيورال موديل كيف شكله؟ اول حاجه انا عندي الانبوت، لاحظوا ان الانبوت عاده هنا في الماشين ترانسليشن لازم تكون فيها ماركرز، علامات. فين عندي هنا الاس بدايه الجمله، وفي عندي هنا سلاش اس تذكيره الجمله، هذه سنتنس وهذه السنتنس تاج للسنتنس، وهنا تذكيره السنتنس، تمام؟ ايش هي الجمله؟ The horse is big full stop، تمام؟ أول طبقة ممكن تكون embedding، الإمبيدنج عادة بيتم تمثيل الكلمات على شكل vectors، ممكن أحدد المسافة بيناتها، فبالتالي بقدر أحدد إنه الكلمة هذه في لها علاقة مع الكلمة هذه ولا لا، أو مين أقرب، هذه الكلمة ولا هذه الكلمة، تمام؟ بعد هيك بيجي أنا عندي الإنكودر، بس الانكودر هذا من ايش مكون؟ من جزئين، ليفت تو رايت، رايت تو ليفت. ايش الغرض من الليفت تو رايت والرايت تو ليفت؟ عشان اشوف السياق. ليفت تو رايت انه انا بقدر اشوف انه كلمه معينه ايش الكلمات اللي قبلها، بس هذا في بعض الاحيان ممكن قد يكون انه مش كافي، بدي اعرف انه ايش في بعد، فعشان هيك بلزمني رايت تو ليفت. لاحظوا انه هدول عبارة عن R and N، هيو left to right وهذا right to left connected together، تمام؟ بعد هيك بيجي الـ attention model. الـ attention هذا الفكرة الأساسية انه بحاول انه يعني انه لوحده انه هو يتعلم يدي weight لانبوت معين إله دور كبير في تحديد المعنى في التارجت لانج، زي كأنه أنا باجي بقول له في الجملة، تمام؟ ركز لي على هذا، هاي هورس، هذه لها دور كبير في تحديد المعنى، تمام؟ فبالتالي هذه ممكن يكون في لها ويت بالضبط، بركز عليها. والشغلة الثانية اللي بدك تركز عليها إيش هي؟ البيج مثلا، ف
فبالتالي ممكن يكون لها برضه ويت عالي بس اقل من الهورس مثلا. تمام. الطبقه اللي بعديها ايش ممكن تكون؟ الكونتكست اللي هي العائله تبعت البيرت. البيرت في اي يبقى الوورد امبيدنج ايش بيحدد؟ العلاقة بين الكلمات. لكن السياق مين اللي بيحدده؟ البيرت موديل. تمام؟ كل عائلة البيرت في منها نكهات كثيرة. بعدين ايش بيجينا عندي؟ السوفت ماكس عشان البريدكشن. تمام؟ وهي بيطلع لنا عندي الاوتبوت وورد اللي هي ترجمة نفس الجملة ولكن اللي هي الواي ولكن بإيش؟ باللغة الألمانية. تمام؟ وضحت الأمور؟ نرجع على موضوع إنه نعم. التاج يعني انه يعني انه بيكون على حسب الكوربوس. يعني في بعض الكوربوس يعني انه بتحكي انه ال بدايه الجمله يعني بتكون انه beginning of sentence بيواس. تمام؟ بتكون بهذا الشكل. وفي نهايه الجمله ايش بروح بحط؟ بحط اي او اس. تمام؟ في تاجز ثانية أنا ببدأ أس زي هيك وبسكرها أس زي هيك. وفي ببدأ ستارت وإنت. الأنجل براكتس زي هيك. بغض يعني هي بتكون على حسب الكوربوس فورمات وكيف انه الموديل بيتعامل معها، انه شو الماركرز اللي بيتعامل معها. لكن الفكره في الموضوع لازم يكون في عندي تحديد للباوندري تبعت حدود الانبوت تكست او الجمل. نرجع للموضوع، يعني هل ترجمه مفيده؟ كثير. طيب هل الكورس هذا مفيد بالنسبة لكم؟ يعني بمعنى انه لو سألتكم يعني انه يعني ممكن يجي حدا يحكي طب معي في عنا ترانسليشن في الكلاود وممكن انه تكون يعني اوكي ترجمة مجانية لغاية حد معين، بعد هيك ممكن انا اروح في البلان المدفوعة. فهل فعلا انه في حدا بيحتاج انه في الشركات في الاندستري بيحتاج انه هو يطور ماشين ترانسليشن سيستم؟ زي ايش مثلا؟ ليش الشركات انه ما تريح راسها وتستخدم الكلاود ترانسليشن سيرفيس ومحتاجه انه هي تطور ان هاوس ماشين ترانسليشن سيستم؟ هذا يعني ممكن يكون أحد الأسباب. إذا جوجل ومايكروسوفت تمام يعني جايبة 35 و42، أنا بدي أجيب ها
عادي، غير انه انتم حتشتغلوا في مجال الريسيرش، انا بحكي في الاندستري، هل الشركات عاده بتطور ماشين ترانسليشن سيستم يعني انه ان هاوس، ولا بتستخدم الكلاود ترانسليشن سيرفيس؟ كلها؟ يعني على سبيل المثال في يعني في بعض الشركات بتشتغل في مجال التحقيقات الجنائية. إيش التحقيقات الجنائية؟ أنا على سبيل المثال ضبطت لابتوب، تمام؟ جيت لواحد يعني مشتبه فيه، فتحته لقيت كله مستندات بصيني أو ياباني، ما بعرفش إيش محتوى المستندات هذه. لو بدي أستخدم جوجل ترانسليت معنى ذلك إنه أنا طلعت مستندات حساسة، بقدرش إنه أنا أطلعها، لأنه جوجل إيش بتسوي؟ كل ترجمة أنا بوديها بعطيها إياها ترجم لي إياها بتشفط منها نسخة، تمام؟ فبقدرش إنه أنا يعني أطلع بيانات حساسة. يعني هذا في مجال التحقيقات الجنائية. في شركات تانية كتير بتتاخد بيانات من شركات تانية، والبيانات هذه برضو حساسة، مش ضروري إنه هي تشتغل في مجال التحقيقات الجنائية. هذا جانب. الجانب الثاني، لو أنا بدي أستخدم الكلاود ترانسليشن سيرفيس بس أترجم لي يعني couple of hundred documents، يعني 300 document، بلاقي الفاتورة صارت عندي 10,000. طب بالعشر تلاف هدول أنا بطور in-house، يعني أنا بدفع 10,000 شهريا للترجمة، جمعهم كلهم على مدار السنة، تمام؟ طب ببني سيستم، بس برضو هذا في يعني هذا في جدل الموضوع، يعني إنه أنا السيستم هذا اللي أنا ببنيه يعني ممكن إن يكون حقه 120,000، ممكن من خلال 50,000 إنه أنا أعمل ماشين ترانسليشن سيرفيس، تمام؟ بس بده مينتنانس، بده فريق للعمل، لأنه المطلوب مش بس لغة واحدة. يعني أنا لو بدي أعمل ماشين ترانسليشن سيرفيس لشركة بتشتغل في مجال التحقيقات الجنائية، داش هي بس إنجليزي ياباني بس ولا إنجليزي صيني، بدها هي عدة لغات. متخيلين قديش مقدار الإيفورت؟ مش أنا لحالي حكون ضمن فريق. فبالتالي في هيك وفي هيك، هاي المقصود في الموضوع، تمام؟ بس الدارج يعني إنه الفاين تونينج هذا كتير مهم، يعني إنه ما نبناش حاجة من سكراتش، إنه أنا بدي أخذ حاجة أوريدي يعني وبعملها فاين تيونينج. طيب what is it good for؟ الترجمة لها ثلاث أغراض. رقم واحد assimilation، الفهم. رقم اثنين communication، التواصل. رقم ثلاثة dissemination، النشر. assimilation معناها الفهم، انه انا بدي بس مجرد اعرف الكونتنت، تعرف ايش يعني شو الموضوع اللي يعني شو القصة في التكست هذا، شو الموضوع، تمام؟ وهذه يعني بتوفر إيفورت بشكل كتير كبير، خاصة لو أنا مثلا على سبيل المثال بدي أعمل مراقبة للميديا في بلد تاني، تمام؟ بدل ما أوظف مترجمين يقعدوا كل واحد يسمع الراديو، واحد يشوف الأخبار والثالث يشوف كذا، لا، بروح بحدد انه ايش المواضيع اللي بيتم تناولها في الاقتصاد في البلد الفلاني. هل بيحكوا يعني هل بيتم ذكر البطاله في الموضوع، هل بيتم ذكر ازمه الغاز في الموضوع، شو يعني بدي اعرف ايش المواضيع اللي بنحكى فيها، او ايش المحتوى بشكل عام للاخبار اللي بيتم تداولها في بلد معين في الاعلام مثلا على سبيل المثال. هاي مفهوم الاسيميليشن. الكوميونيكيشن هو التواصل، معنى ذلك انه انا البارتيسيبانت انه don't speak the same language، ما بيقدروا انه هم يحكوا بلغة بعض، فبالتالي انه بيستخدموا الترجمة، تمام؟ ففي هذه الحالة عارفا المستخدمين بيسألوا أسئلة إذا كان في شيء مش واضح من الترجمة الآلية، تمام؟ وعادة تستخدم في
في التشات رومز، وبتستخدم في الهاند هيلد ديفايسز، في كثير من يعني وسائل التواصل صار فيها خدمة انه انا اضغط بس رايت كليك واقول له ترانسليت، انه بقدر انه انا احدد ايش المعنى بالضبط. فبالتالي هذا الغرض الثاني من الترجمة. الغرض الثالث اللي هو dissemination، النشر. لما انا بدي اعمل اعلان في عدة لغات، تمام، بدي اعمل اعلان بلغات العالم كلها، فبالتالي انه انا بدي استخدم الترجمة. يعني انا طبعا بدي اعمل اعلان ب20 لغة، مش حجيب 20 مترجم في لغات مختلفة عشان انه هم يترجموا لي الاعلان. فممكن استخدم الترجمة الآلية، وبيحتاج ما دام انه في نشر بحتاج هنا لهاي كواليتي، مش زي الخدمات، مش زي الكوميونيكيشن والاسيميليشن، بحتاج لهاي كواليتي عشان تكون الترجمة دقيقة. وهذا المجال ما زال حصريا لغاية الآن انه done by human translators، تمام. لكن ممكن انه الماشين ترانسليشن تساعد في الموضوع، وهذا اللي بدنا نحكيه هنا في الكواليتي. طبعا في الكواليتي الضاربة راح تطورت هذا السكيل، هذا المقياس، لتحديد الكواليتي تبعت الماشين ترانسليشن الاسسمنت. طبعا من 0 ل 10% ببلشبل، وحكينا انه هنا انه البب يعني اذا انا بدي اعمل ببلش بحتاج لهاي كواليتي، تمام. فبالتالي انه من 0 ل 10 ببلشبل، الناتج تبع الترجمة الآلية قابل للنشر، ممكن أنشره مباشرة، تمام؟ من 10 ل 20 editable، يعني مع بعض التحريرات بأخذ الأوتبوت تبع الماشين ترانسليشن. خليني أنتقل للسلايد هذه، تمام؟ السلايد هذه إنه publishable زي ما حكينا، إنه بصير إنه بشكل أوتوماتيك publication للأوفيشال announcement، تمام. طبعا هنا بحكي في مجال الابلكيشن، عندنا حنشوف في اي لغات بيزبط، في بعض اللغات مش كلها طبعا. اديتابل، ايش الفائده تبعته؟ انه increased productivity of human translators، بدل ما يقعدوا يترجموا من الصفر، لا انا عندي ترجمه درافت بعمل شويه اديت بصحح الاخطاء تبعت الترجمه الاليه، تمام، زي كوها مثلا. من 30 ل 40 جيستابل وترياجابل، هذا بيكون عاده انه انا بستخدمه للكوميونيكيشن زي التشات اللي هو التطبيقات اللي احنا حكيناها لاحقا، والانفورميشن جاثرنج انه نعرف ايش الموضوع العام اللي بنحكى. لو بدي اراقب سوشيال ميديا في بلد معين تحكي بلغه مختلفه، تمام. وترياجابل معنى ذلك يعني انه انا ممكن استخدمه في تحديد ايش هي المستندات المشابهة في التارجت لانجويج لمستند معين. طبعا هذا من ناحية ابليكيشن. لو رحنا على السلايد اللي وراها، هنا بحكي لي انه هذه مطبقة على اي لانجويج بير، هذا الكلام حاليا وممكن يتغير في المستقبل، تمام. الببليشابل انجلش فرنش انجلش، تمام، restricted domains، بتكون انه في مجالات محدده زي مثلا مجال السياحه. لو بتعرفوا انه التطبيقات تبعت حجز الاوتيلات، مين اللي بينزل في الاوتيلات؟ ناس من جنسيات مختلفه بيحكوا لغات مختلفه، لما يجي يحكي الفيدباك انه كيف كان وضع الغرفه، نظيفه مش نظيفه، الواي فاي كويس فيها مش كويس، كل واحد بيكتب باللغه تبعته. هل جيت انا لما بدي لا يعقل انه انا يعني انه انا اطلع على كل اللغات، انا بدي السمري، بدي الملخص في بلغه معينه، ممكن تكون العربيه اللي هي اللغه تبعتي، او ممكن تكون الانجليزيه اللي هي ممكن تكون انه الدقه فيها اكثر. فبالتالي في مجال السياحه بدي الترجمات للفيدباك اللي بيعطوها المستخدمين عشان اعرف شو وضعيه الغرفه هذه قبل ما انا احجزها على سبيل المثال، تمام. في مجالات تطبيقات اخرى في لانجويج بير اخرى زي الالماني وال مع انجليزي والصيني مع انجليزي، لانه في لانجويج ريسورسز كثيره بين يعني هذول اللغات، ومستخدمه في مجال الاخبار. لاحظوا انه مجال الاخبار ركز عليه بشكل كثير كبير، يعني واحده من التطبيقات المطلوبه انه مراقبه الاخبار في
في اللغات الأجنبية. تمام؟ طيب جستابل أو ترياجابل ممكن يكون في لغات يعني ال يعني هذه يعني هذه ممكن أنا أعتمد على ترجمة الأخبار، ولكن بتحتاج لإيديت زي ما شفنا هنا. لما نرجع هنا إنه هذه بتحتاج يعني إيديتابل، يعني بتحتاج لبعض الإيديت، بتزود البرودكتيفيتي تبعت الماشين ترانسليشن. وزي مثلا انه هذه السواحلي مع الانجليزي، وهنا الايغور لانجويج مع الانجليش ممكن تستخدم برضو في الاخبار، اعرف انه ايش المواضيع بشكل عام، مش انه هي ترجمه بشكل آلي. تمام. السواحلي هي اللغه اللي السواحلي إذا كانت إنه هي يعني بيتم التحدث فيها في الصحراء الغربية، مش متأكد. لا لا لا، يعني هذه اللانجويج بير فرنسي مع انجليزي ببلشبل، يعني وصلنا لمرحله انه ممكن تكون النتائج بالضبط. تمام. الانجليزي الالماني انجليزي صيني انجليزي وصلنا لمرحله اديتابل، يعني مع شويه اديت ممكن يصير ببلشبل. تمام. هذول اللانجويج بير لا، بتكون انه المستوى تبعهم الجوده الكواليتي يا اما جيستشابل يا اما ترياجابل، يعني اللي هي انه انا ممكن انا استخدمها في الكوميونيكيشن. تمام. او انه انا اجمع معلومات، يعني ايش المواضيع اللي بتنحكى بشكل عام. لكن انه كيف تكتب على جوجل World Machine Translation Competition، السايت اسمه WMT يفترض، تمام. طيب هجيت هذا تبع 2020 وهذا تبع 21. هجيت هنا في ماتريكس، شايفين هاي. تمام. بضغط عليها هو اللي انا اللينك اللي انا بدي اوجه لك اياه هو عباره عن ماتريكس زي هيك، فبكون انا عندي الانجليزي ايش بقابلها كل اللغات ومحطوط فيها السكور. فبجيب لك اياه اللينك وبحطها، يعني ممكن احط لكم اياه على تطلعوا على ايش النتائج الموجوده. يعني احنا بريك. طيب
هيك يعني بكون خلصنا يعني هذه المحاضرة، هذه السلايد يعني هذه المحاضرة. تمام، في أي أسئلة بخصوص هاي السلايد؟ يعني ناخذ بريك بعدين نرجع تاني. تمام، في أي أسئلة؟